جديد اهلا بكل احبه اعز الناس، ونحن في معيه احب الناس، احن الناس، اعز الناس هنا في هذا الاستوديو وعبر شاشه الشروق طيله ايام شهر رمضان المبارك. اهلا مره اخرى باحب الناس، احن الناس، اعز الناس، اهلا بكم. مرحب، اهلا وسهلا، اهلا بكم استاذ الحرنقي. تجربة أيضا لا تنفصم ولا تنفصل عن إرث جمالي متوقع أو معطى سلفا لهذا الشعب، لهذا الكيان السوداني طيلة سنوات. يا ناسينا يا مجافينا، والشاعر حسن عبد الوهاب. عملين هما اللي جمعوك بالشاعر حسن عبد الوهاب. بداية نتحدث عن شاعرية هذا الشاعر وعن ربما اتجاهه أيضا إلى الإقلال أو إلى المحدودية في العطاء كمنتوج حسابي، وجمال هذا المنتوج القليل. المرحوم حسن هو معلم أيضا. دي من الأغنيات أيضا من الأغنيات المصنوعة على أساس أنه اللحن يسبق الكلام. أنا عملت الحتة بتاعت الموسيقى الأولى بتاعت يا ناسينا يعني، وفي الوقت ذاك بلغة الموسيقى في حاجة اسمها السينكوب، يعني الزمن القوي والضعيف في علم الموسيقى. فأنا لما عملت الأغنية دي قصدت أدخل الجملة دي اللي فيها الضعيف والقوي في الإيقاع، يعني بيقول لك ترارارايرا ترارارايرا ترارارتاتا تلاتايتا تيرارالار، وهكذا. وكان عندي رحلة لبورسودان، حفلي غنائي في بورسودان، فعملت الجملة دي وعملت كلمة يا ناسينا دي بس، ومشيت بورسودان. بعد الحفلة كان افتكر الزمن جميل، الطقس جميل في بورسودان في من سبتمبر ولي قدام، يعني فصل الشتاء. بعد ما عملت حفلتي التقيت بالأخوين الراحلين محمد عثمان كجراي وحسن عبد الوهاب، الاثنين معلمين في بورسودان. فعرفت أنه طبعا كجراي شاعر معروف، عرفت أنه حسن كمان عنده محاولات شعرية، فوريته الجملة الموسيقية اللي أنا عملتها وكلمة يا ناسينا، فما كان منه إلا أن كمل هذه الأغنية بمقاطع شعرية واضحة. بفرش ليك قلبي وسادة وسقيك من غرام سعادة، وغناي في بسمتك في وقفتك في مشيك، وحبيبي الدنيا دي الفراقة. فصادفت هوى وصادف لحنا، وكان أول لقاء مع الأستاذ المرحوم حسن عبد الوهاب في بورسودان. بس مش ممكن تكون غريبة أستاذنا، يعني لما يقع اللحن قبل الكلمة بيكون الاتجاه لتجربة لصيقة، تجربة عميقة، تجربة مفهومة. يعني الشاعر والفنان يمكن أن يصلوا مرحلة من التفاهم زي ما بينك وبين الراحل إسماعيل حسن، وما بينك وما بين الحلنقي، في تجاوب وانسجام ملموح وملحوظ. لكن كتعامل أول مع شاعر في صناعة أغنية، ولم يسبق أن يكون هناك تعامل أو تداول على مستوى صناعة أغنية، مش الفكرة ذاتها في حد ذاتها شوية ممكن تكون غريبة؟ لا، لأنه
لو هو كان كاتب القصيدة، الأغنية دي كانت هتكون بلحن آخر، لكن أنا بديتها، وما بديتها في الهوى يعني كده، لا، في كلام أنا كتبته، كتبت يا ناسينا. أنا فهمت الجزئية دي، لكن قصدت من السؤال إنه ما وديت لزول بتعرف كلامه، بتعرف سلمه، بتعرف كلماته، تجربة لأول مرة، تعامل مع أول منتوج أدبي بينك وبين الأستاذ الراحل حسن عبد الله. نعم، هو ما هو عنده القدرة الشعرية في أنه يفهم السرد بتاعي، في أنا كيف توصلت لكلمة يا ناسينا وعزفتها له، فما بعيد يعني. هسا إسحاق لو قلت له، ولا أنت تقصد أنه إسحاق مجرب؟ دي الجزئية اللي أنا قصدتها، لكن ما يعني ما غريبة برضه، صعبة، ما صعبة يعني، لأنه أنا في الأول قلت من الأغاني المصنوعة، يعني أنت ممكن تصنع وتبتدي في الصناعة وتقابل لك زول شاعر ممكن يفهمك ويكتب الكلام. يعني الإنسان يعني خليفة الله في هذه الأرض، بعض الذين يحاولون التناسي أو التجمل بالنسيان أو التصبر بالنسيان، يعني يفسروا لفظ أو كلمة إنسان على حروفه وعلى نطقه بهذا النسيان الذي يسهل لهذا الإنسان التعايش مع الحياة، الاستمرار برغم الآلام أو برغم الجروح أو الكسور. إذن هو النسيان الذي يمنح الإنسان فرصة لأن يكون إنسانا من جديد، أو ربما العكس. الحلنجي يحدثنا هذه المرة عن النسيان، هل هو الداء أم ربما الدواء؟ والله هو طبعا أكيد دواء. أنا بفتكر النسيان عنده سلطة على الإنسان، يعني في أشياء، في ذكريات بتتحدى النسيان، بتوقف حده، وفي نوع من الذكريات النسيان ممكن يتغلب عليها، إلا في حالة واحدة بس، إذا كانت العلاقة بين إنسان وإنسانة علاقة مبنية على حب حقيقي، النسيان بيفشل في إنه يقتحم العلاقة دي ويحرقها، في حالة واحدة بس. لكن العلاقات بين البشر، يعني أنا ممكن الليلة أغلط مع إنسان وبعد وفي لحظة كده أنسى، وممكن أغلط مع إنسان تاني وبعد أسبوع أنسى، لكن في ناس يعني بيكونوا ممتزجين مع الأنفاس كده، لما تغلط معهم احتمال عمرك كله ما تنسى، والنسيان ما يديك فرصة بتاعت إنك تنسى. فالنسيان ذاته مرحل، في زول ممكن أودعه في المطار وأنا بقول 200 يسافر، وفي زول أقول يا رب الطيارة دي ما تتحرك من مكانها عشان يرجع معايا البيت تاني كده ونواصل كلام. وهو في النهاية دواء، لكن ما بداوي المجاريح اللي أعماقهم كبيرة، يعني بداوي المجاريح اللي بيعبروا بالحياة كده زيهم زي أي شيء. عندك إضافة أستاذ ولد؟ هل الكلام ده عن كلمة يا ناسينا؟ يمكن عن مفردة النسيان عموما، يمكن يا ناسينا يا مجافينا. يعني في سبب، نعم، في سبب للنسيان، يعني نسى وتجافى، حين علينا فيها جانب استجدائي. هي فيها ماله الاستجداء في الموصل؟ لا اعتراض. ها؟ لا اعتراض، لكن يمكن قصدت من الحديث مع استاذنا الحلنجي في الجزئيه دي انه الكثير من الاشياء لا تنسى في حياتنا، يعني حتى على مستوى الارتحال او الافتراق، في الكثير منه محدود بفتره زمنيه، ان يلتقي الانسان باخر في فتره زمنيه محدده، لكن في بعض الارتحال الذي لا لقيا بعده، الذي لا يمكن ان نلتقي بشخص احببناه وارتبطنا به او ائتلفناه لفتره وان يرتحل الى مكان اخر او الى عوالم اخرى، وهو يعني ما يبدو انه هو الاصعب. ليه دي بيسموها الارتحال إلى الضفة الأخرى من النحل، باعتبار ارتحال ما وراء الضفة الأخرى من النهر،
كده يعني بتتخطى بالمعنى ده. لكن انت ممكن تلتقي بالانسان اللي ارتحل للضفه الاخرى من النهر باعتبار ان ال- 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 الارتحال اللي ما عنده فرصه لقاء اخر هو الارتحال الكلي للانسان لما هي بتنتهي حياته. ما كويس هو النهر ده شنو؟ ما نهر الحياه يعني اذا الصوره جات في تركيبه يعني رمزيه، لكن هو يعني عشان ما لما نقول ارتحال ابدي كده يعني قد تكون فيها حده. معلش لكن لكن اخففها انا انه الارتحال ما بعد النهر. هو الكلام ده كله ما مرتبط بياناسينا يا مجافين. ايوه لكن انا بقصد ياناسينا دي اغنيه عتابيه انت بتعاتي. صحيح. انا بفرج ليك قلبي وساده وكده وكده. الدنيا دي الفراق. اي ما هو دي ما هي دي ده المعنى ان احنا مقصودين. لكن نسيان مرتبط بالاخر المخاطب، يعني زول اللي انت بتتكلم عنه هو الناسي. بالضبط. مش انت المتناسي او الناسي. أيوة. يعني هذا الاخر. انت ما ناسينا يا ناسينا ليه؟ لان انا قبل قلت لك انه النسيان ذاته مو مرحل. في ناس يعني ممكن تنساهم في لحظه يعدوا كده بس، وفي ناس يعني بيكون قيمتهم اكبر شويه عندك بتنساهم مثلا في شهر، وفي ناس بيكونوا متوجين في داخلك عمرك كله ما بتنساهم. هنا المخاطبه يا ناسينا ما اختلفنا في الحته دي، لكن دي برضه اعطتنا منفذ عشان نحن نفرع عن النسيان ذاته ونشوف سلطته على البشر قدر شنو يعني. ده الشيء اللي احنا بنستعمله. دي ممكن تكون مفرده مرادفه للتجاهل او للتدلل او للتمنع. يعني هل النسيان هنا هي مرادف موضوعي او لغوي او محوري لهذه الاشياء؟ يعني طالما في حبيب مخاطب، هل بالضروره ان يكون حبيب متناسي ام ربما حبيب متدلل ومتمنع؟ ممكن 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 يكون في الدلال، ممكن يكون في بعض التمنع والتجاهل يعني لانه هو في المخاطبه بتاعته ما عنيف لما يخاطب. أنا ضحكت شديد كده ليه؟ بيقول أنا بفرج ليك قلبي سادة وأسقيك من غرامي سعادة، لو عاد الحنين يا السادة. اللي هي السادة دي كلام زمان ما مشلخة يعني. أقضي عمري فيك عبادة ومستمر يحب وبيحبها رغم كل شيء. أنا ما لازم أعرف سر الضحكة دي شنو؟ والله يعني خطرت دي ولا حاجه كده بس خلاص خليها. خليك صاريها. خليك صاريها. دي انا صريتها يا ناس. يعني ناس كثيرين حيتسالوا ما انا بس، يعني الحلنج ده في اللحظه دي صار شنو؟ والله هو اللي قال لي خليك صاريها انا صريتها خلاص. ما جاتني يعني تعليمات حب قالوا لي اسكت سكتها. اذا لا نملك الا أن ننتقل لفاصل عقب هذه السرة، يعني كونوا معنا. الذين يتابعون أعز الناس والذين انضموا الآن لمتابعة أعز الناس في هذه الرفقة العزيزة، وأنا بينهم أستمد منهم العزة والمعزة وهم دوما بيننا أعز الناس. أستاذ وردي، يعني تحدثت عن يمجافينا يا ناسينا بأن هي لم تكن النسيان في حد ذاته اللي يعني حاولنا التناقش فيه وأنا أستاذ الحلنجي، لكن ما الذي لا ينسى؟ ما الذي لا يمكن أن ينسى في حياة الإنسان الفنان، الإنسان الملحن، الإنسان الحساس اللي عنده القدرة على التعامل مع هكذا معطيات فنية أكثر من الآخرين، إنسان فنان، ما الذي أو من الذي لا ينسى في حياته؟ أشياء كثيرة طبعاً يعني. أنا سبقت السؤال بمن وما؟
الهدي لا ينسى في رأيي. عند الفنان صرف النظر عن الأشياء العادية اللي بتحصل في كل أسرة، إنك أنت تفقد عزيز في بيتك، صديق قريب، لكن أنا مع الرأي اللي بيقول أنه الهوى الأول ما بيتنسى، أو على الأقل عندي أنا ما تنسى. شوف رجعنا لتعريفنا الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. أنا بفتكر إنه وردي لو الحق يقول كده، في احتمال كبير جدا يكون التغى بحبه الأول وحظه حلو في سن مبكرة مثلا ومشى معه أول مشوار. والله أبدا. في سن متأخرة كمان؟ أبدا لما كده، في سن متقدمة لا، يعني وأنا شاب في سن وسط؟ شاب صغير يعني. صغير دي بقى يعني قبل ما دي جديدة علي، قبل ما أجي أغني الغنى الرسمي هنا. أستاذ وردي، يمكن لاحظنا في كثير من يعني قاموس الشعراء اللي تعاملت معهم كلمة محورية، حنية عند الحلنجي، ربما الخوف عند إسماعيل حسن، حسن عبد الوهاب، يعني نقدر نقول التجافي هو كلمة محورية في حسن عبد الوهاب، ولا هل أغنيتين ما يقدروا يخلقوا هذه العلاقة القوية اللي على أساسها يعني يتم هذا التمحور وهذا الانتقاء لمفردة معينة يعرف من خلالها قاموس الشعر؟ حسن عبد الوهاب ماذا يمكن أن نعرفه في مفردة؟ والله حسن على يعني على قلة ما أعطانيه أقول يمكن انتقالاته الكثيرة كمعلم من جهة إلى جهات كثيرة ما خلته في الوسط الفني عشان يكون قريب من الفنانين ويكون معاهم كباقي الشعراء يعطيهم وياخذ منهم كده يعني. يمكن الحكاية دي أثرت في القلة من عطائه، وما ممكن نخط النمطية بتاعت الجفاء وكده في شعره، لأنه قال برضو 19 سنة ما تخجلي السمحة، قول استعجلي، عطشتي قلبي وكل يوم تجملي، أديني كده كلمات رقيقة جدا يعني. فما أعرف المفردة اللي ممكن نعممها على شخص زي حسن. يعني يمكن أشار إلى عافية الجمال في هذا العمر اليافع 19 سنة، هل يمكن أيضا أن تكون للفنان عافية في فترة محددة، أم هو المطالب دوما بهذا التعافي وهذا التسامي على مستوى الأداء والعطاء؟ هو مطالب، هو مطالب، لكن القدرة على العطاء تتوقف على أشياء كثيرة يعني، مش على وضع الروح أصلا. ذات الفنان يعني ممكن يواصل جمال كده إلى آخر العمر، لأنه يعني صار بس في عمل معين بحسس الحلنجي أو وردي بعافية الأداء طيلة سنوات، على أساسه يتم مقارنة أو مقاربة الأعمال ما قبل وما بعد؟ هو في علم الموسيقى وارد طبعا، فيزيولوجيا طبعا، كل ما العمر يطول الإمكانية بتاعت المؤدي بتنقص كصوت يعني، كانت الإنسان عموما يعني. أيوة الإنسان عموما، ولكن العافية الداخلية زي ما قلت قبيل اخضرار القلب وكده ما 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 مرتبطة بالعمر، بدليل في أشياء مادية حصلت يعني. بيكاسو اتزوج في عمر 90 ليه؟
شابة عمرها 19 سنة. محمد عبد الوهاب في عمر 91 عمل أغنية جديدة لنجاة الصغير. يعني العطاء مستمر عمر 91 وذاك عمر 90. طبعا الزواج في عمر زي ده يعني ما بيعملوا الا بيكاسو او اشباهه من الناس. يعني أصل احنا يمكن ذات الجزئيه يعني يعني انت تعرف الاشياء بطقوسها او بخريفيتها او بربيعها. لا اتحدث عن صيف ولا عن جدب، لكن ربيع الاشياء قمه جمال وذروه عطاء. هل الحلنجي على المستوى الشعري هذه القمة وهذا العطاء الذي يرتبط بعافية شعرية ربما لا أقول ما بعد أو ما قبل، لكن يقاس على أساسه منتوج سابق ومنتوج حاضر وحتى لاحق؟ حقيقة المبدع الحقيقي بيتنفس جمال، سواء كان في ربيع في صيف في خريف في كل المواسم هو بيتنفس جمال. يعني العوامل العوامل السنين او ضربات الزمن بتمتص من العيون العافيه وبتمتص من العياد وبتمتص من العياد القوه وبتخلي الانسان ارتعاش ماشي، لكن الروح تظل كما هي. يعني هسه لما اريد اتكلم عن بيكاسو هو وانه وعبد الوهاب كان بيتعامل باعتبار انه الانسان لما يكون احساسه عظيم بيظل عظيم. يعني ما بتقدر السنوات تكسر ابداع عبد الوهاب او تقضي على لوحات بيكاسو، لانه الروح هي الاصل. يعني انا هسه دائما وابدا بتآذى كثير جدا لما واحد يقول لي يا اخي انت ما خلاص بعدها ما في داعي انك تكتب في الغنى الرومانسي تنور لك شمعه كده او تحتضن ورده او دي مسائل ما بتاعت عمرك، لكن ناسين انه انا ما بتعامل مع عمر، انا بتعامل مع روح، والروح لا تشيخ، تظل متوقده في الدواخل طول العمر. استاذ وردي، استمعنا لاغنيات من الخمسينات ومن الستينات والان نحن في هذه احنا 2011. يعني هل يمكن للفنان ان يقرر انه بعض الاغنيات ربما تظل اقول لا رهينه ولا حبيسه، لكن كانت مناسبه اكثر لفتره زمنيه عمريه او حتى على مستوى التلقي كانت مناسبه اكثر على مستواه الشخصي وعلى مستوى الانتشار والتلقي للاخرين؟ هل يمكن ان يكون ذلك صحيح؟ ممكن. يعني في أغنية كتبها الأخ الشاعر السر اللي هي أغنية هدية، السر دوليب، سر دوليب، يعني حبيبي فكر وقدر إيه جبت لك هدية، أزاهر لا، جواهر لا، لا وحات عينيه هدية فيها حرف إلى أن يقول أو تقول شوفوني أنا مخطوبة. الأغنية دي أنا من زمن ما بغنيها، لا تتناسب الآن. ليه؟ يعني الخطوبة مرفوضة ولا شنو؟ يعني مش الخطوبة مرفوضة، لكن ما أنت يعني بعمرك الكبير ده تقعد تقول أنا مخطوبة ولا وأنت جد في نفس الوقت. أيوه كده يعني للأسباب دي يعني. بعدين في أنا لما أستمع لنفسي الآن يعني في أشياء كثيرة بتمر بالذاكرة. يعني لما أنا جيت في البلد دي وبقول يا طير يا طاير بذكر الصوت،
الصوت الريفي الصافي اللي ما فيه حزلقة بتاعت مدينة، وفيه عفوية شديدة جدا وما بتقدر تسميها عقلانية في الزمن ده. لكن هسه أنا لما أجي أغني بعمل حساب كثير جدا في الاختيار، اختيار الشعري، أضع اللحن المناسب للصوت المناسب لهذه السن وكده. يعني بتمشي أنت عقلاني أكثر. طيب شنو خلى عبد الوهاب يعني يتعامل مثلا مع نجاة الصغيرة وعمره 90 سنة ولحن لها؟ لحن لها هاي؟ لها عمره ما أنا ما قلت لك أنا ما بلحن لكن هي القصيدة كانت من شعر نزار، وبتقول أسألك الرحيلة، وقبلها بسنتين ثلاثة عمل الأغنية اللي عملت مشاكل في مصر. هو مش لحن برضو هذه ليلتي؟ أيوة اليوم كلثوم. أيوة كيف كنا نفتكر إنه صفة البداوة أو الريفية أو الانتماء إلى القرية على المستوى اللغوي والمفردي هي مرتبطة دائما بالشعر صاحب القاموس الذي يمكن أن يتداعى هذا القاموس أو أن يتطور أو أن يتحضر أو أن على حسب، لكن تختلف المفردة بتغير المكان. لكن هذه المرة فهمت أن الصوت أيضا ربما يبدأ بهذه الحلاوة والطلاوة والنداوة المرتبطة بالريف أكثر من ارتباطه بالحضر. هذه أيضا صفة يعني زي ما أنت عرفت أستاذ وردي مشكور بأن هي ممكن تكون ملازمة أيضا للصوت. يا ناسينا يا مجافينا حن عليك نسمع. We'll be right back.
فينا لحسن عبد الوهاب. تحدثت في كل الشعراء الذين تغنيت لهم عن علاقة إنسانية انسحبت أو استصحبت هذه العلاقة الشعرية. ما حدثنا عن حسن عبد الوهاب في علاقته إنسانية مع وردي؟ علاقة كانت طيبة جدا، لكن أقول لبعد المسافة بيناتنا، يعني ما كان في الود محفوظ، لكن ما كنا بنلتقي لأنه هو في عمله في بينتقل في كل أرجاء السودان من مكان لمكان، ونحن برضو الساقية بتاعت الحياة فن. أستاذ الحلنجي، أخيرا ما تبقى لنا الكثير من الوقت، لكن هذه الفئة العمرية أو هذا التخصيص لهذا العمر 19 سنة، على نغمها وعلى لحنها وعلى حلاوة كلماتها ترقص وسط الدائرة وسط الدائرة، يعني فتيات السودان وجميلات الوطن في هذا العمر الندي والصبي، لو أخيرا حدثنا عن هذه الكلمات وعن حسن عبد الوهاب في دقيقة واحدة ومعدودة. والله أنا حسن عبد الوهاب عرفته كشاعر، و صراحة التقيت به يعني أكثر من مرة. هو مع 19 سنة دي
افتكر فعلا ادى الصبيه السودانيه المعبقة او المعبقه بالصندل يعني حقها من التقدير. وانا ما اعرف لو كان عمرها 20 سنه يعني كان فرقت بشنو؟ يمكن دخل ناس ال 17 وال 18 يرنوا لهذه ال 19 و19 سنه و19 ربيع، وكانما سنوات العمر النديه وهي في العشرين تتحسر على هذه ال 19 اللي مضت وتغنى لها حسن عبد الوهاب. هو حسن عبد الوهاب تغنى ل 19 سنه وابدع في التغني صراحه، لكن انا بفتكر الوهج الجمالي لا يرتبط بعمر. قد يكون عمره 40 سنه. لا انا ما هي عندها ليه لا ليه؟ الاغنيه دي عندها اسبابها، الاغنيه دي كانت برضو بدات من 16 هي. كبرت وليك 16 19 مشيت انجلترا سنه 63 ولسه ما طلعت الاغنيه دي، غنيت لاخوه اعزاء من القضاة السودانيين امثال المرحوم صلاح حسن وصلاح عوضه، فقالوا لي انت بال 17 ده هتقعد طايره القانون. قُصر. ايوه قُصر. هناك ايوه 18 سنه مسموح. من فضلك ارفع الموضوع ده. فجينا رفعناه. لا والله صراحه انا في رايي، انا مع حبي الكبير الله يرحمه لحسن، لكن الجمال ما عمر، الجمال روح. الملامح بتجي زي ما قال ابو امنا، هذا الجمال غدا إذا مشت السنون سينكسر. يعني أي جمال معرض لكسر من الزمن. نتكلم في لكن قبل التعرض. هذا الجمال الذي أنا بينه مشت السنون وما انكسر. شكرا لكم لأنكم جمال يمشي بيننا على الأرض ولأنكم دوما أعز الناس. شكرا جميلا. الله يكرمك ويطيب خاطري. وصلت هذه الحلقة من أعز الناس إلى خواتيمها، والعديد من الحلقات هي قادمات وآتيات، وأنا برفقة أعز الناس. يا أعز الناس.